اسلم 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 ها احمد بارطاج بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مقابلة اليوم بين اللي تجمع بين شباب نيثور ومولودية بجاية بالملعب البلدي 24 فبراير بورقلة. المقابلة هذه راح تلعب لحساب الجولة السادسة. تشكيلة الفريق ان شاء الله راح تكون في حراسة المرمى فارس سليب، في الدفاع اليمين طرمون بشير وعلى اليسار لشهب محمد طيب، في وسط الدفاع لازهر طلاب وبحوسي عبد الجليل، في وسط الميدان عندنا عباس عبد النور يحيى امير، في الوسط العايش على اليمين وزناقي محمد على اليسار، في الهجوم ان شاء الله راح يكون فراس كمال وربيع عز الدين. بالتوفيق ان شاء الله. بدايه المقابله بالضبط في الساعه الثانيه وخمسون دقيقه. شباب نيثور يلعب بالزي الابيض ومولودية بجاية بالزي الازرق. وال يا جماعه وال هذا واش
نعاود نذكر بتشكيلة المقابلة. عندنا في حراسة المرمى فارس ليب، وفي الدفاع عندنا في اليمين طرمون بشير، في اليسار الشاب محمد طيب، وسط الدفاع الأزهر طلاب وبحوسي عبد الجليل، وسط الميدان عندنا العايش عباس عبد النور يحيى أمير وزناقي، في الهجوم عندنا فراس كمال ورباح عز الدين. اليوم رانا دخلنا بتشكيلة يعني 4-4-2 خلاف المقابلات السابقة، كنا نلعبوا ب 4-5-1، اليوم رانا دخلنا إن شاء الله ب 4-4-2. عيط هاك هاك توقف Come on.
نعم 13 دقيقة من الشوط الأول، النتيجة ما زالتها 0-0 بين شباب نيثور ومولودية بجاية. Ne yapıyoruz?
هذه راه هضره تاع عنصريه هذه الله يهديكم راه حاجه اوفيسيال هذه الله يهديكم هضر لي في الماتش واحد ما يهضر معاك هضر في الماتش الله يعينك هضره عادي كاع في الماتش ماشي مشكل هذه هضره تاع عنصريه دوك الكوبي تاع الله يبعد عليها سبحان الله نديروا المشاكل روحنا يا ودي معليش انا نكون مسك ما نجمش نروحوا لهي وما يديروش كمل طيب كمل خلي نشوف رجع رجع وخلي اللي راه متسوسه هيا هادي هاد هيا
طيب ليه عاود ارجع نعاود نذكر 25 دقيقة من الشوط الأول، النتيجة مازال 0-0 بين شباب نيثور ومولودية بجاية. 25 دقيقة من الشوط الأول، النتيجة مازال 0-0. Go!
Thank you.
نلعبوا 35 دقيقة من الشوط الأول، 35 دقيقة من الشوط الأول، والنتيجة 0-0 بين شباب نيثور ومولودية بجاية. 35 دقيقة من الشوط الأول والنتيجة متعادلة 0-0. Thank you.
هيا بسيرة يا دي الله يهديك ودي شد فمك شوية دي الله يهديك مس ترى عائلة تتفرج هنا صعبهم يكتبوا لي هنا رام سبحان الله عزيز خاطر انتم مالكم من في التربية راكم تفرجوا صح هما راهم في الديار حتى هما من حقهم يتفرجوا صح راهي الوف راه تفرج من حقها تفرج راك في الصطاد عارف الصطاد بصح هاي عائلات تتفرج هنا ومن حقها تتفرج الحرارة بصح معليش ما قلناش اهضر في اهضر في الماتش واحد ما يسالك الهضرة اللي مش مليحة عليها والله لا عيب الكوبين مدروك البث ها عيب والله لا عيب تلقاهم لبرا يسالوك امي شاكا كيما ترى قلبك حارق قلبك باقي تفرج وما تاني في ديالهم ولا يتفرجوا Let's go back.
دقيقة واحدة قبل نهاية الوقت الرسمي. الشوط الأول نتيجة 0-0. نهاية الوقت الرسمي للمقابلة، غنلعب الوقت الضايع وراه النتيجة 0-0. عذرا، نهاية الوقت الرسمي للشوط الأول وليس المقابلة. الشوط الأول وراه 0-0. لقى طاقة صفراء للحارس منودي تبجايا لتضيع الوقت. نهاية الشوط الأول، النتيجة 0-0. لنا اللقاء إن شاء الله في الشوط الثاني.